ترقية للاستثمار وتحسينا لمناخ الأعمال في الجزائر، المنصة الرقمية للمستثمر آلية تستكمل عملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي وفق مقاربة تطورية ورقمية تتماشى مع متطلبات النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. في عملية الإنتاج 73 مقررا يخص 11 ولاية استفاد منها اليوم مستثمرون وحاملو مشاريع. زين العابدين دراد يستبشر بهذا القرار ليجسد مشروعه الفلاحي. احنا فرحنا بزاف، الاولى لان عندنا مده وحنا يعني نسعوا مور هذا الوعاء العقاري لانه محتاجينه باش نديروا الانتاج تاعنا باش نخرجوه على مستوى الوطني. ما راكش وحدك، راهي معك دوله كامل. اما فتح بوشوشه واحمد سعيد فقد وجه استثماريهما الى المجال الطبي والصيدلاني. نتمنى الناس كامل اللي راهم داو العقارات هذوما ان شاء الله كامل يكملوا بالبروجي تاعهم ويكملوا ان شاء الله ويزيدوا اكثر واكثر ويكونوا زياده في الاقتصاد وزياده في النشاط ان شاء الله. جانا القرار نتاعنا وفرحين جدا بهذا القرار. احنا اللي رايحين نديروه الاقتصاد الجزائري الاستفاده نتاعنا، انه هذا ستان نوفو تكنولوجي، شراكه ما بين السويد والجزائر، وراح يكون في ولايه جلفه ان شاء الله. ومن ابناء الجاليه الوطنيه في الخارج، زهره تحفزها الاجراءات والتدابير الجديده للاستثمار في الجزائر. انا نتبع الاحداث في الاخبار، دونك نتبع الاحداث الجزائريه، بما ان الرئيس تبون قدر يدير لنا هذا المشروع، هذا المشاريع، ويقدر يخلينا نساهموا باش في التطور تاع الاقتصاد الوطني. خيرت اليزي بالذات على جال المشروع هذا تاع الفندقه والسياحه. وبعد طول انتظار سبع سمير يستطيع بهذا العقار تجسيد مشروع صناعه معدات طاقويه. رانا فرحانين مشات العمليه اللي احنا هذه سنوات احنا نستناو في هذا العقار الصناعي هذا اللي كان منذ سنوات، اربع سنين ولا خمسه هو متوقف. اليوم استفدنا ان شاء الله يا ربي راح نجسدوا المشروع تاعنا اللي يكون زياده الاقتصاد الوطني. الوكالة الجزائرية للاستثمار ملتزمة بمواصلة جهودها وتبسيط الإجراءات وتسهيل العملية للمستثمرين عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرقمية للمستثمر. ستسعى أيضا بالتنسيق الوثيق مع كل الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار إلى ضمان التشغيل البيني لأنظمتها المعلوماتية التي ستفضي حتما إلى حصول المستثمر على مختلف التراخيص ومتابعة سير ملفات الاستثمار في مختلف مراحلها. منذ بداية عملية منح الأوعية العقارية الاقتصادية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، منحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 196 وعاء عقاريا عبر 28 ولاية بمبلغ استثمار إجمالي يقارب 278 مليار دينار جزائري، مع الالتزام بخلق 27,200 منصب شغل دائم. وتستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، حيث ستطرح أوعية جديدة عبر مختلف ولايات الجمهورية.